يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن قراءة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فهل من قرأ سورة الإخلاص 3 مرات يكون له أجر من قرأ القرآن كاملا؟ لا، هي قال تعدل، ما قال تكفي عن قراءة القرآن، تعدل يعني في الأجر. وأما أن تكفي عن قراءة القرآن، تقرأ 3 مرات وتكفيك عن قراءة القرآن، لا. شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب في هذا، جواب أهل العلم والإيمان عن أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. نعم.